السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشرح الدرس الأول من دروس النحو لأولى ثانوي اللي هو كان أخواتها التامة والناقصة. أنت أخدت قبل كده من أول ستة ابتدائي درس كان وأخواتها، وطبعا كنت بتاخد إنها أفعال ناقصة ناسخة. إحنا هنراجع بشكل سريع النهاردة في الفيديو ده على اللي انت خدته قبل كده، وناخد جزئية جديدة ونعرف يعني ايه تامة وناقصة اللي قلناها من شوية دي. اولا نفتكر ان كان واخواتها كانوا ايه 13 فعل، اللي هما كان واصبح، اضحى، ظل، امسى، بات، صار، وليس. دول 8، وكمان عندي 5 فيهم ما، اللي هي من فك وما برح وما زال وما فتئ وما دام. كده بقوا 13 فعل ناسخ. وطبعا فكرة ناسخة وناقصة دي يعني كنا قلنا فيها انها افعال بتدخل على الجملة الاسمية بترفع الاسم بتاعها اللي كان مبتدأ، والخبر بتاع المبتدأ تخليه خبرها ويبقى خبر منصوب، فهي ناقصة لان معناها لا يتم غير بالاسم المنصوب اللي هيجي، او يعني الخبر بتاعها المنصوب المعنى بتاعها ما بيتمش بالاسم المرفوع فقط، عشان كده هي ناقصة. وهي ناسخة علشان بتغير حكم الخبر، الخبر المفروض منصوب فهي الخبر المفروض مرفوع فهي بتخليه خبرها منصوب، فعلشان كده بتخلي الحكم يتغير، وكذلك المبتدأ يبقى اسمها. فهي افعال ناقصة وافعال ناسخة، ناقصة وناسخة. طيب هنا بقى نشوف كده، كان الشارع مزدحما. كنا بنعرف ان كان دي فعل ناقص، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، واسم كان الشارع اسم كان مرفوع على مترفع الضمة، ومزدحما خبر كان. ابص تحت هنا مثال تاني، اصبح الايمان راسخا. هلاقيني بقول اصبح فعل ماضي مبني على الفتح، ناقص مبني على الفتح، ممكن ما اقولش ناقص عادي، المهم اقول مبني على الفتح اهو. الايمان اسم اصبح مرفوع علامه رفعه الضمه، راسخا خبر اصبح منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يبقى كده اسمها مرفوع وخبرها منصوب، وده كلام قديم اتكلمنا فيه قبل كده. ايه الجديد السنه دي؟ الجديد ان دي ممكن تيجي افعال تامه. يعني ايه تامه؟ زي كل افعال اللغه العربيه. الطبيعي ان انت لما بتقول مثلا اكل، هتقول اكل الطفل او نام الرجل او لعب الولد او اي حاجه، مثلا اكل الطفل. فهنا مثال زي ده انت المعنى بالنسبة لك تم. لما تقول اكل الطفل المعنى بالنسبة لك تم، اكل فعل ماضي والطفل فاعل، تمام كده. فالطفل هنا هو اللي قام بالفعل والمعنى تم بيه. اما في كان الناقصة المعنى ما بيتمش، لازم الخبر. لو بقى المعنى تم بالاسم المرفوع، بقت كان دي مش ناقصة ولا وراها اسم وخبر، بقى وراها فعل بس. هتبص هنا كده، لما تقول قاتلنا العدو بشجاعة فكان النصر، يعني ايه كان النصر هنا؟ هل كان بمعنى حدوث حدث معين في الماضي او وقوع خبرها في الماضي؟ لا، ده كان هنا بمعنى تحقق وتم. فاذا جاءت كان زي كده بالشكل ده فهي كان تامة. ليه؟ قتلنا فكان النصر، يعني فتم النصر فتحقق النصر. مش قصدي اقول ان كان في حاجه بتحصل في الماضي، لا، ده انا بقول ان النصر تحقق. المثال اللي بعده هنا، اصبح الطالب. لو بصيت في اصبح الايمان هتلاقي اصبح الايمان راسخا، هيكون قصدي باصبح دي حاجه من اتنين. في هنا حاجه من اتنين، لما استخدم اصبح الناقصه بيكون يا اما تدل على حدوث حدث في الصباح، او بمعنى صار اللي بتفيد التحويل. يعني لما اقول لك اصبح الايمان راسخا، اصبح الطالب نشيطا، اصبح العلم منتشرا، يا اما العلم انتشر في الصباح والطالب كان نشيط في الصباح والايمان ترسخ في الصباح، او ان الطالب ما كانش نشيط وتحول الى نشاط فتبقى بمعنى صار. فهنا اصبح تكون ناقصه ناسخه. لو بقى اصبح ما فيهاش المعنى ده او ده فهتبقى زي كده، أصبح الطالب فذاكر دروسه. يعني إيه هنا معناها؟ يعني الطالب مجرد إنه بقى في وقت الصباح، أصبح الطالب ما عملش حاجة في وقت الصباح،
ولا يتحول من حال لحال من حال لحال. ده هو مجرد انه طلع عليه الصبح كان نايم وبقى في الصبح خلاص، بقى في وقت الصباح، فما فيش حدث تم في الصباح. لما بقى اصبح بعدها راح قام عمل ايه؟ ذكر دروسه بعد ما اصبح، وفعل انه اصبح ده تم خلاص وخلصنا منه، راح ذاكر دروسه. لكن ما بقولش انه عمل حاجه لما وهو بيصبح في وقت الصباح، لا، يعني لما طلع عليه الصبح ما كانش بيقوم بفعل، ولا قصدي انه اصبح اتحول من حاجه لحاله من حاله لحاله ثانيه، لا خالص. فهنا يبقى اصبح فعل تام. دي فكره الموضوع وفكره الدرس ده. هنبص في الجدول ده هتلاقي امثله بتوضح لك الموضوع بشكل موسع. كان مثلا هنا لما تيجي ناقصه كان العمل مستمرا، هتلاقي بتدل على الحدوث في وقت الماضي، فالعمل اسم كان ومستمرا خبرها. نقيم حيثما كان العدل، يعني ايه حيثما كان العدل؟ يعني حيثما تحقق، حيثما تم، حيثما حدث، حيثما وجد العدل. فهنا كان مش بمعنى حدوث فعل في الماضي، لا. يبقى هنا العدل هتبقى اعرابها فاعل، كان هنا تامة والعدل فاعل. اصبحنا نشيطين زي ما قلنا، يعني في وقت الصباح كنا نشيطين. لكن لما اقول لك اصبحت فذهبت الى عملي، يعني انا بقيت في وقت الصباح، وبعد ما بقيت في وقت الصباح ما عملتش حاجه معينه، بعدها رحت انا عملت ايه؟ ذهبت الى عملي. فهنا ذهبت الى عملي ده فعل معين وحدث معين، مش مرتبط بوجود وقت الصباح، لا، ده انا بعد ما طلع عليا الصبح كده وبقيت في وقت الصباح، بعدها ذهبت الى عملي. الذهاب للعمل ما تمش وانا باصبح، لا، أنا أصبحت وبعدين ذهبت إلى عملي، فهنا أصبح تامة. لو قلت لك بقى أصبحت ذاهبا إلى عملي، فهنا في وقت الصباح أنا كنت ذاهب، إذن ده فعل ناقص، لأن أصبح هنا دلت على حدوث حدث في وقت الصباح، وهو ده الأساس، وهو ده الأساس بتاعها. وقد تأتي أصبح بمعنى صار. لما أقول لك أصبحت مثلا مؤمنا أو أصبحت مجتهدا، ما كانش مجتهد قبل كده واجتهد، بقى مجتهد فتحول دلوقتي، يبقى فعل ناقص، غير كده يبقى تام. أضحى البطل فائزا، فهنا تدل على الحدوث في وقت الضحى، فالبطل اسم أضحى وفائزا خبرها منصوب. لما أقول لك أضحينا ونحن في المنزل بقى، يعني في وقت الضحى طلع علينا وإحنا موجودين في المنزل، مفيش حدث معين تم في وقت الضحى، ولا دلت زي مثلا ما هي اصبح واضحى وامسى، بتيجي بمعنى صار اللي بتفيد التحويل، ما دلتش على تحول برضه او تحويل هنا خالص. فهنا دخلنا دي اضحينا دي النادي ايه؟ فاعل. ظل بعد كده ظل الفلاح عاملا، يعني تدل على الحدوث في وقت النهار. الفلاح كان في وقت النهار بيعمل، لما دخل عليه النهار كان بيعمل، كان عاملا. غاب المنافق وظل المخلص. ظل هنا مش بمعنى حدوث حدث معين في وقت النهار، لا، ده بقول لك ظل المخلص يعني بقي وممشيش، مستمر في وجوده هنا. إذن دي المخلص فاعل، لأن ظل هنا فعل تام زي باقي أفعال اللغة العربية التامة. أمسى الأب نائما في وقت المساء، كان الأب نائم، في حدث النوم تم في وقت المساء. لكن لما أقول لك ماذا فعلت حين أمسيت، يعني حين مجرد دخولك في وقت المساء، التاء هنا فاعل مش اسم أمسى. بات الجندي يقظا، تدل على الحدوث في وقت الليل، اليقظة تمت في وقت الليل، في وقت المبيت اللي ببات فيه اللي هو وقت الليل. لكن بات الطفل في غرفته، الطفل مجرد انه كأني بقول لك نام في غرفته، مفيش هنا حدث وقت في حدث تم في وقت الليل، لا، ده مجرد وقت الليل ده كان فيه، كان موجود في غرفته دون وجود اي حدث. بات الطفل في غرفته، يعني مجرد دخول وقت الليل عليه كان الولد في الغرفه. صار الطفل رجلا، تدل طبعا زي ما قلنا كتير على التحول، لو ما دلتش على التحول صار هتبقى فعل تام ووراه فاعل. صارت القضيه الى القاضي، يعني رجعت وذهبت الى القاضي، لان القضيه ما كانتش حاجه وتحولت، ما كانتش حاجه وتحولت لقضيه، هي قضيه زي ما هي، ما دلتش على تحويل هنا. صارت الى القاضي يعني رجعت او ذهبت اليه. طيب ستنجح ما دمت تجتهد، برضو بتدل هنا ما دام بقى وباقي الافعال دي. ما دام بتدل على بيان المده، بيان المده يعني ايه؟
يعني بقول لحضرتك ستنجح ما دمت مجتهدا، هتفضل مجتهد ناجح لحد امتى؟ بقول لك ان مده نجاحك مرتبطه بمده اجتهادك. اللي بين لي ده ايه؟ كلمه ما دام دي او ما دمت هنا. فما دمت بتبين مده النجاح وبتربطها لك بمده الاجتهاد. فما دام لو ما بينتش المده، لو ما دلتش على المده، يبقى هي فعل ايه؟ فعل تام. اقول لك ما دامت السعاده لاحد، يعني ما استمرت لاحد، اذا ده فعل تام، والسعاده هنا فاعل مرفوع. من فك العامر مخلصا، من فك تدل على الاستمرار، وكذلك ما فتئ وما زال وما برح، الثلاثه التانيين. يبقى عندي الاربعه اللي هم فيهم ما دول، او الخمسه قصدي اللي فيهم ما، فيهم ما دام بتدل على بيان المده، ستنجح ما دمت مجتهدا ببيان اجتهادك، نجاح مرتبط بمده الاجتهاد اهو. اما الباقيين من فك ما برح ما زال ما فتئ، بتدل على ايه؟ بتدل على الاستمرار، كلها بتدل على الاستمرار. هقول لك من فك العامل مخلصا، يعني استمر في الاخلاص بتاعه. العامل اسم من فك، ومخلصا خبرها منصوب. لكن ما انفكت الازمه مش بمعنى استمرار، ده انا بقول ما انحلت الازمه. يبقى هنا انفكت فعل تام، والازمه دي فاعل. ما برح المصري شجاعا، يعني مستمر في الشجاعه. المصري فاعل اسم ما برح مرفوع، وشجاعا خبر ما برح منصوب. لكن ما برح الفلاح وارضه، الفلاح فاعل وارضه مفعول به، لان معناها ما ترك وما غادر وما فارق، مش بمعنى الاستمرار الوجود، يعني مش بمعنى استمرار وجود حدث او فعل معين. لا، ما برح ارضه يعني ما تركش ارضه، لكن ما فيش حدث هنا، مستمر الفلاح في فعله. ما فتئ المؤمن، خلي بالك بقى دي بلون مختلف كده، ما فتئ وما زال وليس. ليه؟ لان الافعال دي ما بتجيش تامه. التلاته دول ما فتئ وما زال وليس بيجوا افعال ناقصه فقط، ما تجيش تامه ابدا. التلاته دول بتيجي افعال ناقصه. يعني اقول لك ما فتئ المؤمن وعابدا، المؤمن وعابدا، المؤمن اسم ما فتئ وعابدا خبر ما فتئ منصوب. ما زال الطالب يذاكر، ما زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، والطالب اسمها، ويذاكر جملة فعلية خبرها، وهنيجي دلوقتي الخبر الجملة الفعلية كمان دقيقتين. ليس النجاح سهلا، النجاح اسم ليس، وطبعا ليس بتفيد النفي، النجاح اسم ليس، وسهلا خبرها منصوب. كل الأفعال الثلاثة دول ما بيجوش غير أفعال ناقصة، ما تجيش تام أبدا، يعني وراها على طول اسمها، ما يجيش وراها فاعل أبدا. أما باقي الأفعال العشرة دول ثلاثة، وهم كلهم على بعض 13، في العشرة الباقيين دول هيبقوا أفعال تامة وناقصة زي ما انت شفت في الشرح. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على كانت تامة وكان ناقصة، ما استتكلم عن ايه في الدرس ده؟ هنرجع بس على فكرة الخبر وتصريفها كده. يعني ايه تصريف كان واخواتها؟ كان واخواتها بتيجي في الماضي، يعني في منها افعال بتيجي، افعال بتيجي ماضي ومضارع وامر، ودول سبعة. وافعال تاني بتيجي في الماضي والمضارع فقط، وهم اربعة. وفعلا بيجوا في الماضي فقط. طب الافعال اللي بتيجي في الماضي والمضارع والامر والمصدر بس، ده يعني مش عليك، بتاخدها كفكره بس، اللي هم كان، اصبح، اضحى، اللي انت خدتهم في سته ابتدائي. كان، اصبح، اضحى، ظل، امسى، بات، صار. كان، اصبح، اضحى، ظل، امسى، بات، صار. دول سبع افعال. هقول لك وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهنا عندي ماضي وعندي مضارع وعندي أمر، التلات أفعال دول أفعال ناقصة ناسخة، وراها اسمها وخبرها. يعني هنا الواو دي هي اسم كان في كونوا، وهنا الناس اسم كان في يكون، وهنا الله اسم الجلالة اسم كان. فممكن تيجي ماضي ومضارع وامر، وممكن تيجي مصدر زي كده، نحترم كونك مجتهدا. اي تخيل مجتهدا دي منصوب عشان المصدر ده كان يكون كونا، بس دي مش عليك، دي مجرد بس معلومه اضافيه. انت بتبقى عارف انها الماضي والمضارع والامر، منها بيجي ناقص ناسخ برضو، يعني وراء اسمه خبر. اما اللي بيجي في الماضي والمضارع فقط، ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، تلاقي المضارع بتاعها ما يزال، وخلي بالك من ما يزال دي، عشان لو جت يزول او يزيل مش تبعنا، ما تبقاش فعل ناقص. الناقص بتاعي ما زال ده، ومضارعه يزال، ما زال وما يزال. وممكن اجيب بدل ما اقول لم يزل،
ما انفك اقول ما ينفك، ما برح اقول ما يبرح، ما فتئ اقول ما يفتأ. وممكن بدل ما احط لم، يعني لم ينفك ولم يفتأ ولم يبرح، ممكن بدل ما دي احط لم عادي، لم يزل. طيب الافعال اللي بتيجي غير متصرفه بقى اللي هي جامده فقط بتيجي ايه؟ ايه هما؟ ليس ودام. يعني ما بقولش، ما ينفعش اقول ما يدوم وما يديم، ولا ما فيش الكلام ده، ولا ليس اجيب لها مضارع ولا امر، لا هي ليس وما دام على طول كده، ليس وما دام ما لهمش صوره تاني. طيب ده المضارع والامر والماضي منهم. اسم كان يا اما يكون اسم ظاهر يا اما ضمير متصل بها يا مستتر. يعني ليس الخائن صديقا لنا، الخائن اسم ليس، هو ظاهر، هو اسم ظاهر. ممكن الاقيه ضمير متصل زي كده، زي كنت، زي كانوا، زي كنا، زي كنت. طيب ممكن يبقى مستتر، العهد ظل محفوظا تقديره هو. هقول لك الفتاة كانت مجتهدة، كانت هي، فهنا الفاعل اسم كان ضمير مستتر. اما خبرها كنا خدنا قبل كده ان هو اما خبر مفرد، وده اللي هيكون كلمة واحدة. خبر مفرد يعني مكون من كلمة واحدة، مش جملة ولا شبه جملة. زي اصبح المصريون ماهرين، حتى وان دل على الجمع زي كده او المثنى برضه هيبقى مفرد طالما ايه؟ كلمة واحدة، ما هو مش جملة ولا شبه جملة، هيبقى مفرد. طيب الخبر الجملة هيبقى يا اما جملة اسمية زي كده، يا اما جملة فعلية. الاسمية هتلاقي زي ده، صار العالم، العالم قصدي، العالم مطلبه السلام. هلاقي صار فعل ماضي مبني على الفتح، والعالم اسم صار. صار العالم ماله مطلبه، مطلبه ماله برضو السلام. اذا دي جملة اسمية، هي مطلبه مبتدأ والسلام خبر. الجملة الاسمية دي في محل نصب خبر صار. هنا هقول ما زالت الشمس تشرق، ما زال فعل ماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب. الشمس اسم ما زال، طب ما زالت الشمس ايه؟ الشمس اسم ما زال مرفوع، تشرق، اقول تشرق خبر، تشرق خبر مرفوع؟ لا، تشرق فعل مضارع والفعل مستتر تقديره هي. والجملة الفعلية تشرق خبر ما زال، والخبر منصوب؟ لا، في محل نصب خبر ما زال. كذلك ليس بين الإخوة خلاف، شبه الجملة هنا بين، بين ده ظرف مكان اهو، وهو شبه جملة في محل نصب خبر ليس. طب امال فين اسمها؟ خلاف مؤخر اهو. ايه ده، هو ينفع يتأخر؟ اه ينفع يتأخر عادي. اسم ليس، اسم كان واخواتها ممكن يبقى مؤخر، زي ما المبتدأ خدت قبل كده انه احيانا ممكن يتأخر عن الخبر والخبر يتقدم عليه. هقول لك اصبح الوطن في قلوبنا، اصبح الوطن ماله موجود فين؟ في قلوبنا، في حرف جر، وقلوبنا اسم مجرور، وشبه الجمله ده خبر اصبح. امال فين اسمها؟ الوطن. يبقى شبه الجمله في محل نصب خبر اصبح. جميل، يبقى كده انا بس بخلي بالي من الفعل زال ده، زي ما قلنا انه المضارع بتاعه يزال، ما يزال مش هيجي يزول او يزيل. يعني اقول لك كده، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، آية في القرآن. الفعل الناسخ هنا ايه؟ لا يزال ده، ماشي كده، وبنيانهم اسم، لا اسم لا يزال. طيب ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، تزولا ده ما تقوليش ده ايه من اخوات كان، لا ده اللام دي الف الاثنين، دي الف الاثنين دي هي الايه؟ الفاعل. تزول فعل مضارع منصوب، والف الاثنين هي الفاعل، ما فيش هنا اسم تزول، لا مفيش الكلام ده. وطبعا قلنا ان فتي او ليس وزال افعال تاتي ناقصه فقط، ما تجيش تامه. والافعال اصبح واضحى وبات وامسى كمان قد تاتي بمعنى صار، زي واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم، يعني تحولتم، فاصبحتم بنعمته اخوانا، كنتم اعداء قبل الاسلام وقبل الايمان، فألف بين قلوبكم فتحولتم بعد كده فأصبحتم بنعمتي. فهنا ايه ممكن تبقى بمعنى صار، بمعنى التحول. يعني كده نقدر نقول ان احنا خلصنا درس كان واخواتها التامة والناقصة وكله، وان شاء الله في باقي الفيديوهات نشرح باقي المنهج. السلام عليكم.